السلام عليكم، سنة ثالثة. احنا بإذن الله إن شاء الله النهاردة هنشرح سيكشن الأوتونوميك نيرفس سيستم. كلمة الأوتونوميك نيرفس سيستم معناها إيه؟ معناها إن الجهاز العصبي اللا إرادي، يعني ده الجهاز العصبي اللي بيتحكم في الـ involuntary organs، يعني الـ organs اللي إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها بنفسنا، تمام؟ علشان نفهم الاوتونوميك نيرفس سيستم لازم نفهم الاول النيرفس سيستم عباره عن ايه. النيرفس سيستم مكون من جزئين، عباره عن سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ده عباره عن مخ وحبل شوكي، برين وسباينال كورد. بينما البريفرال نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ البريفرال نيرفس سيستم هو الالياف العصبيه اللي طالعه من المخ، اللي واصله ما بين المخ والحبل الشوكي والأورجنز اللي في الجسم، يعني بتوصل ما بين المخ والحبل الشوكي والأورجنز كلها بقى الموجودة في الجسم، قلب، بنكرياس، كبد، معدة، طحال، كل الأورجنز، خلاص؟ البريفرال نيرفس سيستم نفسه بيتقسم جزئين، يا إما الألياف العصبية دي تبقى طالعة من الأورجنز رايحة للمخ والحبل الشوكي، ودي بنسميها الأفرنت ديفيجن، أفرنت يعني رايحة للمخ والحبل الشوكي. او تبقى الـ الاعصاب اللي واصله ما بين المخ والحبل الشوكي والاورجنز تبقى طالعه من المخ والحبل الشوكي رايحه الاورجنز، ودي بنسميها الافرنت ديفيجن، تمام؟ الافرنت ديفيجن اللي هي النيرفز اللي طالعه من المخ والحبل الشوكي دي حاجه من اتنين، يا اما تبقى طالعه سوماتيك نيرف سيستم او اوتونوميك نيرف سيستم. سوماتيك نيرف سيستم، سوماتيك يعني جسدي، يعني ايه؟ يعني اعصاب او الجهاز العصبي اللي بيتحكم في الاعضاء الاراديه في الجسم اللي هي السكيليتال ماسلز. السوماتيك نيرف سيستم ده بيتحكم في السكيليتال ماسلز، خلاص. بينما الاوتونوميك نيرف سيستم هو عباره عن الجهاز العصبي اللي بيتحكم في الاورجنز اللا اراديه في الجسم، إيه مثلا القلب، الكبد، المعدة، الأمعاء، وهكذا، تمام؟ الأوتونوميك نيرفس سيستم نفسه بيتقسم جزئين، عبارة عن سيمباثاتيك نيرفس سيستم وباراسيمباثاتيك نيرفس سيستم، خلاص؟ دي الفكرة بتاعت الأوتونوميك، يعني إحنا النهاردة ندرس إيه من الرسمة دي كلها؟ هندرس الأوتونوميك نيرفس سيستم، تمام؟ هنفهم إيه هو الأوتونوميك نيرفس سيستم، يعني إيه سيمباثاتيك سبلاي وباراسيمباثيك سبلاي، وايه الفرق ما بين الاوتونوميك والسوماتيك سيستم، خلاص. في الاول هنفهم ايه الفرق ما بين السوماتيك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم. السوماتيك نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ السوماتيك نيرفس سيستم عباره عن الاعصاب اللي واصله من المخ رايحه الى السكيليتال ماسل، خلاص. النيرف ده بيبقى عامل ازاي؟ النيرف ده اولا بيبقى نيرف واحد بس، تمام؟ بيبقى الالياف بتاعته الاصل بتاعها النيورون بادي تبقى موجوده في المخ، تمام؟ وبتبقى الاخرها، تمام، الاكسون بتنتهي عند السكيليتال ماسل. دايما الافكتور اورجان بتاعه السكيليتال ماسل. الافكتور اورجان يعني الاورجان اللي هي بتغذيه، اللي هي بتشتغل عليه، هو بيبقى السكيليتال ماسل. النيرف ده دايما بيطلع الاوردر فيه بيبقى فولانتري، يعني احنا اللي بنتحكم في الاوردر، تمام؟ انا عشان احرك اي عضله في دراعي، في رجلي، في جسمي، عشان احركها ببعت الاوردر عن طريق سوماتيك نيرف، تمام؟ اسم النيرف سوماتيك نيرف، خلاص. سوماتيك نيرف بينقل الامبلس بتاعتي لحد السكيليتال ماسل، تمام؟ وساعتها بتشتغل. تتنقل ازاي؟ دي بولاريزيشن ويف بتمشي على السوماتيك نيرف لحد ما توصل للنيرف تيرمينال. النيرف تيرمينال هنا بيبقى فيه عندي الايه؟ النيوروماسكولار جانكشن. النيوروماسكولار جانكشن دي بيحصل فيها ريليز للاسيتايل كولين، والاسيتايل كولين بعد كده بيروح يشتغل على ريسبتور في السكيليتال ماسل اسمه الان ام ريسبتور. لما بيشتغل على الان ام ريسبتور ساعتها السكيليتال ماسل يتكون عليها ديبولاريزيشن ويف وتبدا تعمل كونتراكشن، خلاص. ده ازاي السوماتيك نيرف تشتغل. بديهي ان السوماتيك نيرف لو قطعته في اي حته هيحصل باراليسيز للسكيليتال ماسل، خلاص الجسم مش هيقدر يتحكم في، مش هنقدر نبعت اوردر للسكيليتال ماسل عشان تتحرك، خلاص. دي كده الايه؟ السوماتيك
نيرف. تعال نتكلم بقى على الاوتونوميك نيرف. الاوتونوميك نيرف عامل ازاي؟ الاوتونوميك نيرف اولا هو واصل من المخ والحبل الشوكي طالع للاورجانز الانفولانتري. مين الانفولانتري اورجانز؟ اللي هي السموث ماسلز والكاردياك ماسلز والجلاندز. خلاص هي دي الايفكت اورجانز بتاعته. لو خدت بالك كل الماسلز دي مش سكيليتال، ما تقدرش تتحكم فيها، واسمها انفولانتري تيشوز. خلاص تاني فرق هتشوفه ان الاوتونوميك نيرف مش واصل مره واحده من البرين والسبينال كورد لحد الافكتور اورجان، لا، في في النص حاجه اسمها الجانجليون. تمام، الجانجليون دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الجانكشن بتوين تو نيورونز، يعني هو بيحتاج تو نيورونز عشان يوصل الاوردر بتاع الايه، بتاع الامبلس. تمام، لو واخد بالك هو بيوصل لاورجانز مالها انفولانتري. تمام، الاوتونوميك نيرف سيستم بيبقى مش نيرف على بعضه زي ما قلنا، بيبقى فيه جانجليون، فبنسمي النيرف فايبر اللي قبل الجانجليون بري جانجليونيك فايبر، لان هي قبل الايه الجانجليون، بري جانجليون، يبقى بري جانجليونيك فايبر. اما النيرف فايبر اللي بتبقى جايه بعد الجانجليون، تمام، دي بنسميها البوست جانجليونيك فايبر، يعني الفايبر اللي بتبقى بعد الجانجليون بنسميها بوست جانجليونيك. خلاص، بيقول لك انك لو قطعت الاوتونوميك نيرف فايبر في اي حته ما بيحصلش باراليسيس للاورجان، على عكس مين؟ لو قطعت السوماتيك نيرف بيحصل باراليسيس للسكيلتال مسل. خلاص، فلازم تبقى عارف الفرق ده. كمان حاجه تانية، الجانجليون دي دايما بتشتغل بالاسيتايل كولين، يعني لو خدت بالك النيرف تيرمينال، تمام، عند الجانجليون بيطلع استايل كولين بيشتغل عليه ريسبتور اسمه الان، الاستايل كولين بيشتغل على ريسبتور اسمه الان ان ريسبتور، اللي هو النيكوتينيك نيورال ريسبتور. تمام، انا اشرح لك الريسبتور دي كلها، ما تخافوش. والبوست جانجليونيك فايبر بيطلع حاجه من اتنين، يا اما في النيرف تيرمينال بتاعته يطلع اسيتايل كولين او يطلع ادرينالين ونور ادرينالين. خلاص، فده الفرق ما بين الاوتونوميك نيرف والسوماتيك نيرف. خلاص، فرق فروقات كبيره، ان لو انت خدت بالك بيوصلوا لاورجانز مختلفه، في جانجليون في الاوتونوميك نيرف لكن ما فيش في السوماتيك، لو حصل قطع في السوماتيك بيحصل بريس الاورجان، على عكس الاوتونوميك لو حصل قطع ما فيش اي مشكله. ده غير ان احنا شفنا كمان ايه النيورو ترانسميترز اللي بتطلع وبتشتغل على انهي ريسبتورز مبدئيا. اوكي، ولسه ايه هنكمل في الكلام ده. هنا انا ممكن هكرر الكلام تاني، هاكد عليه تاني، ان الفرق بين السوماتيك نيرف والاوتونوميك نيرف ان السوماتيك نيرف بيوصل للسكيليتال ماسل، بينما الاوتونوميك نيرف بيوصل لكل انفولانتري اورجانز، السموث ماسلز، تمام، زي مثلا جي اي تي والاي وبلادر، والكاردياك ماسلز والاكسوكراين جلاندز. الإكسوكراين يعني ليها قنوات بتفرز في قنوات. في عندك السوماتيك نيرفز بتوصل دايركتلي من السي ان اس الى السكيليتال ماسل، مفيش جانجليا في النص، مفيش انتربشن في النص للنيرف، على عكس الاوتونوميك نيرف. الاوتونوميك نيرف بيبقى انتربتد باي جانجليا، وفهمنا ان الجانجليا دي عباره عن جانكشن بتوين تو نيرفز، بينما النيوروماسكولار جانكشن، لو سمعت المصطلح ده السلايد اللي فاتت، نيوروماسكولار جانكشن يعني جانكشن ما بين نيرف تيرمينال وسكيليتال ماسل، هو ده نيوروماسكولار جانكشن. خلاص، اخر فرق في السوماتيك نيرف ان السوماتيك نيرف لو حصل قطع هتلاقي ان حصل باراليسيس للسكيليتال ماسل، وده بديهي انك لما تقطع النيرف مش هتقدرش تحرك السكيليتال ماسل، على عكس الاوتونوميك نيرف لو اتقطع في اي حته ما بيحصلش باراليسيس للانفولانتري اورجان اللي هو بيغذيه. خلاص، دلوقتي احنا عاوزين نعرف ايه التقسيمه بتاعه الاوتونوميك نيرفز. الاوتونوميك نيرف يا اما يبقى سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك. الرسمه دي هتوضح لنا الفرق ما بين السيمباثيتك اللي فوق، النص اللي فوق، والبارا سيمباثيتك النص اللي تحت. تمام، اولا لو انت بصيت هتلاقي ان السيمباثيتك نيرف اول حاجه مكان الجانجليون عامل ازاي، هو البارا سيمباثيتك. بالنسبه للسيمباثيتك مكان الجانجليون عشان تبقى عارف بيبقى اقرب للسي ان اس،
وابعد عن الاورجن، تمام؟ يبقى اقرب للسي ان اس وابعد عن الاورجن. ده معناه ان البريجانجليونيك فايبر بتاعته هتبقى ايه بالمنطق؟ هو دلوقتي الجانجليون بتاعته اقرب للسي ان اس، يبقى البريجانجليونيك فايبر بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى قصيره، هتبقى شورت، تمام؟ طب والبوست جانجليونيك نيرف فايبر هتبقى ايه؟ هتبقى لونج. خلاص، يبقى البريجانجليونيك هتبقى شورت والبوست جانجليونيك لونج. ليه؟ لان الجانجليون بتاعته اقرب للسي ان اس. خلاص. طيب السيمباثاتيك غالبا بتطلع ايه في اخر النيرف تيرمينال؟ يعني البوست جانجليونيك نيرف فايبر بيطلع في اخره انهي نيورو ترانسميتر؟ غالبا بيطلع في نو ادرينالين ونو ادرينالين. خلاص، ما عدا بس في السويت جلاندز، تمام، بيطلع استايل كول، بس مش مشكله، خليك عارف يعني المين نيورو ترانسميتر اللي بيطلع في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبرز بيبقى ادرينالين ونو ادرينالين. تعالى بقى نبص على الباراسمباثيتك نيرف. الباراسمباثيتك نيرف مميز قوي، الجانجليون بتاعته بتبقى اقرب للافكتور اورجان من السي ان اس، يعني ابعد عن السي ان اس واقرب للافكتور اورجان، سواء كان سموث ماسل او كاردياك ماسل او جلينز. ده بيقول لك كمان ممكن تلاقي الجانجليون دي امبيدد جوه الاورجان، تمام؟ زي ما احنا لما نشتغل باذن الله ان شاء الله على الرابت انتستين، هنلاقي ان الباراسمباثيتك جانجليون امبيدد جوه الانتست. خلاص. طيب بما ان الجانجليون امبيدد جوه الاورجان، جوه الافكتور اورجان، ده معناه ان البري جانجليونيك فايبر والبوست جانجليونيك فايبر اخبارهم ايه؟ لو هو قاعد جوه الايفكت اورجان، يبقى المنطقي ان البري جانجليونيك فايبر هتبقى ايه؟ هتبقى لونج، هتبقى طويله، بينما البوست جانجليونيك فايبر هتبقى ايه؟ تبقى شورت، هتبقى قصيره. خلاص، لان هو قاعد اساسا جوه الايفكت اورجان، فالمسافه بينه وبين الايفكت اورجان صغيره، فالبوست جانجليونيك فايبر هتبقى صغيره. طيب غالبا النيورو ترانسميتر اللي بيطلع في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر بيبقى ايه؟ النيورو ترانسميتر اللي بيطلع في الاخر بيبقى اسيتايل كول. خلاص. طيب عند الجانجليون دايما الجانجليون عشان تشتغل، ايه النيورو ترانسميتر اللي بيطلع في اخر البري جانجليونيك نيرف فايبر؟ دايما البري جانجليونيك نيرف فايبر بتطلع اسيتايل كول، تمام، وبيشتغل على ريسبتور اسمه ال ان ان اللي هو النيكوتينيك نيورال، تمام، اللي موجود في الجانجليون، سواء كانت الجانجليون دي سيمباثيتك او باراسيمباثيتك ما بتفرقش، يعني دايما اللي بيشغلها اسيتايل كولين بيشتغل على ريسبتور اسمه ال ان ان. لكن البوست جانجليونيك نيرف فايبر دايما بيختلف ال النيو ترانسميتر بتاعه على حسب نوع النيرف. لو كان بوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرف هيطلع لي في الاخر ادرينالين ونور ادرينالين، اما لو كان بوست جانجليونيك باراسيمباثيتك نيرف هيطلع لي اسيتايل كولين. خلاص. الحاجه الثانيه، ايه الفرق بين السيمباثيتك والباراسيمباثيتك في الفانكشن؟ يعني ليه الاوتونوميك مهتم ان يبقى فيه سيمباثيتك باراسيمباثيتك؟ ما كانوا يبقى واحد وخلاص. اكشلي ان السيمباثيتك والباراسيمباثيتك الفانكشنز بتاعتهم عكس بعض، تعتبر عكس بعض ما عدا في الاريكشن والاجاكيوليشن بيكملوا بعض، تمام؟ انما السيمباثيتك والباراسيمباثيتك دايما بيبقوا ايه؟ انتاجونيستك ان اكشن، يعني عكس بعض. السيمباثيتك ده بيسموه الفايت والفلايت والفرايت سيستم، ده الجهاز اللي بيشتغل ساعه الخوف، ساعه الهروب، ساعه لما انت مش عارف يعني بتجري بتطير بتحاول تهرب من اي حاجه، من مشكله، من حاجه مؤذيه، بيشتغل السيمباثيتك سيستم. بينما الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم ده بيشتغل في وقت الاكل والانتخاء، اللي هو الوقت اللي انت بتبقى فيه برنس في نفسك وعمال تاكل وتانتخ. خلاص، دي الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم والفرق بينه وبين السيمباثيتك نيرفس سيستم. خلاص، نرجع ناكد المعلومه تاني. الفرق ما بين السيمباثيتك والباراسيمباثيتك ان السيمباثيتك جانجليا بتبقى دايما نيرر تو ذا سي ان اس. خلاص، وده معناه ان البري جانجليونيك نيرف فايبر بتاعتها هتبقى شورت، بينما البوست جانجليونيك نيرف فايبر هتبقى لونج، تمام، على عكس الباراسيمباثيتك. الباراسيمباثيتك تبقى الجانجليون نيرر تو ذا اورجان، تمام، اقرب للاورجان، وممكن كمان تبقى امبيدد، يعني محطوطه جواه، قاعده جواه، تمام، وده معناه ان البري جانجليونيك نيرف فايبر بتبقى لونج، لكن البوست جانجليونيك نيرف فايبر بتبقى شورت، تمام،
والوظائف بتاعتهم غالبا بتبقى انتاجونيستك، بيبقوا عكس بعض. تمام، السمباثيتك زي ما قلنا ده الفايت والفلايت والفرايت سيستم، اما الباراسمباثيتك ده بتاع الاكل والانتخ. دلوقتي عايزين نعرف ايه النيورو ترانسميترز اللي بتطلع في الاوتونوميك نيرف سيستم، في السمباثيتك نيرف وفي الباراسمباثيتك نيرف. بالنسبه للسمباثات احنا شرحناهم ونشرحهم تاني، ان السمباثيتك نيرف تمام في عندي بري جانجليونيك فايبر وفي بوست جانجليونيك فايبر. بالنسبه للبري جانجليونيك فايبر تمام، دايما اي بري جانجليونيك نيورون تمام او بري جانجليونيك فايبر هيطلع في الاخر اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين ده هيشتغل على الريسبتور اسمه ال NN ريسبتور، نيكوتينيك نيورا ريسبتور، ده اللي موجود في السمباثاتيك جانجليا وموجود كمان في الباراسمباثاتيك جانجليا. خلاص عشان تبقى عارف اي جانجليا فيها ال NN ريسبتور. تمام، ساعتها الدي بولاريزيشن ويف تشتغل على البوست جانجليونيك نيرف فايبر وتتنقل لحد النيرف تيرمينال. النيرف تيرمينال بقى ساعتها يطلع انهي بقى نيورو ترانسميتر، بما انه سيمباثيتك نيرف فالسيمباثيتك نيرف البوست جانجليونيك نيرف فايبر بتاعته بيطلع في اخرها الادرينالين والنو ادرينالين. النيورونز بتتحدد على حسب افرازها للنيورو ترانسميتر، لو اخرها بيطلع اسيتايل كولين يبقى بنسميها كولينيرجيك نيورون، لو كانت بتطلع في اخرها ادرينالين ونون ادرينالين بنسميها ادرينرجيك نيورون. ده معناه ان النيورون اي نيورون قبل الجانجليون بيطلع في اخرها ايه اسيتايل كولين، يبقى ساعتها هتبقى كولينرجيك نيورون. خلاص اي بري جانجليونيك نيورون هتبقى دايما كولينرجيك لان بيطلع في اخرها اسيتايل كولين. انما البوست جانجليونيك نيورون، بوست جانجليونيك نيورون حاجه من اثنين، لو كانت في السيمباثيتك هتطلع في اخرها ادرينالين وده معناه ان هي هتبقى ادرينرجيك نيورو. خلاص، اما لو كانت البوست جانجليونيك نيورون موجوده في الباراسمباثيتك سيستم زي ما انت شايف في الرسمه، هتلاقي ان البوست جانجليونيك نيورون دي بتطلع في اخرها اسيتايل كولين، وعلشان كده بتبقى كولينرجيك بوست جانجليونيك نيورون. خلاص، الادرينال لما بيجي يشتغل على ريسبتورز، الريسبتورز بتاعته دايما بتبقى الفا او بيتا ريسبتورز، على عكس الاستايل كولين. الاستايل كولين الريسبتورز بتاعته بتبقى النيكوتينيك ريسبتورز والماسكارينيك ريسبتورز. خلاص، النيكوتينيك ريسبتورز بتبقى دايما على الجانجليون تمام، والماسكارينيك ريسبتورز بتبقى موجوده على الايه الافكتور اورجان، سواء سموث ماسل او كاردياك ماسل او جلينز. خلاص، يبقى تاني ملخص سريع، ان اي بري جانجليونيك نيرف فايبر هتبقى كولينرجيك سواء سمباثيتك او باراسمباثيتك، انما البوست جانجليونيك نيرف فايبر هتبقى كولينرجيك لو كانت باراسمباثيتك او وهتبقى ادرينرجيك لو هي سمباثيتك. خلاص، الجدول ده تجميع للرسمه اللي احنا شفناها، بيقول لك ان النيورونز يا اما تبقى كولينرجيك او ادرينرجيك على حسب النيورو ترانسميتر اللي بيطلع منها في الاخر. لو النيورو ترانسميتر اللي بيطلع اسيتايل كولين تبقى كولينرجيك، ولو كان النيورو ترانسميتر بيطلع منها في الاخر نور ادرينالين ساعتها بتبقى ادرينرجيك. طب الكولينرجيك نيورونز بنلاقيها فين؟ دايما الكولينرجيك نيورونز هتبقى بري جانجليونيك نيورونز والبوست جانجليونيك بتوع الباراسمباثيتك. خلاص، انما الادرينرجيك نيورون بتبقى انهو بتبقى البوست جانجليونيك السيمباثاتيك، يعني ايه السيمباثاتيك البوست جانجلي. خلاص، دول دايما بيطلعوا ادرينالين ونور ادرينالين. في بس مثال وحيد تمام عايزك تبقى عارفه، ان في سيمباثاتيك نيرف تمام بيطلع في اخره في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر اسيتايل كولين، وهو السيمباثاتيك نيرف اللي رايح للسويت جلاندز. خلاص، ده انا عايزك بس تبقى عارف ان السيمباثيتك نيرف اللي رايحه للسويت جلاندز البوست انجليونيك نيرف فايبر بيطلع في اخره اسيتايل كول. خلاص، هناخد حاجه مميزه جدا، الادرينال مضله. الادرينال مضله دي بتشتغل ازاي؟ الادرينال مضله وصل لها نيرف تمام، النيرف ده من وصل من السي ان اس
بيطلع في اخره اسيتايل كول. تمام، الاسيتايل كولين بيعمل ايه؟ بيشتغل على ريسبتور على الادريه المظله اللي هو النيكوتينيك نيورال. تمام، بيشغل النيكوتينيك نيورال ريسبتور على الادريه المظله. الادريه المظله دي خلي بالك هي مش جانجلي، دي عباره عن اورجان. تمام، الادريه المظله لما بتشتغل تحت تاثير الاسيتايل كولين بتعمل ايه؟ بتعمل ريليز لادرينالين ونور ادرينالين في الدم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الادريه المظله عباره عن موديفايد سيمباثيتك جانجليون. تمام، بيسموا الادريه المظله موديفايد سيمباثيتك جانجليون ليه؟ لان بيشتغل عليها الاسيتايل كولين عن طريق الان ان ريسبتور، وبتطلع في الاخر ادرينالين ونور ادرينالين. فالادريه المظله هي موديفايد سيمباثيتك جانجلي. خلاص، الرسمه دي بقى مهمه جدا، لازم تبقى فاهم الباثويز والريسبتورز بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم كلها على بعض. طبعا مش كلها اوتونوميك نيرف سيستم، وهقول لك ليه دلوقتي. اول واحد بيقول لك ان الباراسيمباثيتك نيرف، تمام، الجانجليون بتاعته اقرب للاورجان. تمام، وبيطلع في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر اسيتايل كولين، وبيشتغل على الماسكارينيك ريسبتورز اللي بتبقى موجوده مثلا اس اي نود واي في نود والسموث ماسلز بتاعت الجي اي تي وفي البرونكيولز وفي الاي. خلاص، بيقول لك ان ال ان ان ريسبتور ده اللي موجود في الجانجليا سواء كان سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك جانجليا، ممكن تقفل ان ان ريسبتور عن طريق انتاجونست اسمه الكونكينيكوتين. تمام، وممكن كمان الهيكساميثونيا. خلاص، لان ان ريسبتور ده ممكن تعمل له انتاجونيزم عن طريق الكونكينيكوتين او الهيكساميثونيا. خلاص، وهشرح يعني ايه اجونست وانتاجونست خلاص بشكل ايه مبسط. نيجي بعد كده السيمباثيتك نيرف. تمام، السيمباثيتك نيرف كلها الجانجليون بتاعها ما عدا واحد بس اللي رايح للسويت جلاندز، كلها هي كلها بتبقى الجانجليون بتاعتها اقرب للسي ان اس، وفي اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر بيطلع نور ادرينالين. تمام، النور ادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا ريسبتورز اللي موجوده في البلاد فيسلز والكاردياك ماسلز والاس اي نود والاكزوكراين جلاندز والاي. في سيمباثيتك نيرف وحيد اللي هو تالت واحد. خلاص، تالت واحد ده عباره عن ايه؟ ده بيبقى سيمباثيتك نيرف زي ما انت شايف. تمام، ما بيطلعش في اخره ادرينالين ونور ادرينالين. تمام، عند البوست جانجليونيك نيرف فايبر بالعكس بيطلع اسيتال كولين، وبيشتغل على ماسكارينيك ريسبتور في السويت جلاندز. ده السيمباثيتك نيرف الوحيد. خلاص، في حاله برضو مختلفه اللي هو السلايد اللي فاتت لما شفنا ان الادرينال المظله عباره عن موديفايد سيمباثيتك جانجليون. ليه هي جانجليون؟ علشان عليها ان ان ريسبتور. ليه هي سيمباثيتك؟ عشان بتطلع وتعمل ريليز لادرينالين ونور ادرينالين لما بتشتغل. خلاص، طيب، بيقول لك ان الماسكارينيك ريسبتورز تقدر تقفلهم بالاتروبين انتاجونست. تمام، وده ايه هنشرحه. اخر بقى واحد، رابع واحد، اللي هو الموتور نيورون. هل الموتور ده اوتونوميك؟ لا، مش اوتونوميك خالص. تمام، امال ده ايه؟ ده سوماتيك. الموتور نيورون ده سوماتيك. تمام، لو انت واخد بالك ما فيهوش جانجليون، رايح دايركتلي من السي ان اس على الافكتور اورجان، والافكتور اورجان بالذات سكيليتال ماسل. تمام، هو ما فيش غير سكيليتال ماسل بس في الموتور نيورون. تمام، وبيشغلها فولانترلي. تمام، وبيطلع في اخر النيرف تيرمينال اسيتايل كولين، بيشتغل على ال ان ام ريسبتور اللي هو النيكوتينيك ماسكولار ريسبتور. وال ان ام ريسبتور ده تقدر تعمل له بلوكينج او انتاجونيزم عن طريق التيوب كيورارين او الكيوراري. خلاص، هناخد بقى الاجونست والانتاجونست دي قدام كده في جدول كده هنشرح فيه الاجونست والانتاجونست، وانت كده كده هتاخده بالتفصيل ممل في النظر. بس فهمت الفرق ما بين السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك والسوماتيك نيرف والحالات المختلفة بتاعت السويت جلاندز وبتاعت الايه الادريان ميدال. في عندنا بقى عايزين نعرف ايه الريسبتورز اللي بنقابلها في الاوتونوميك نيرفس سيستم. الريسبتورز دي حاجة من اتنين، يا اما الريسبتورز دي تبقى كولينرجيك يا اما ادرينرجيك. فاكر النيرف فايبرز؟ تقريبا نفس التقسيم.
كولينرشيك او ادرينرشيك. كولينرشيك يعني بيشتغل عليها الاسيتايل كولين. الاسيتايل بيشتغل على انهي ريسبتورز؟ بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز والماسكارينيك ريسبتورز. النيكوتينيك لو هنبدا بالترتيب في الرسمه، الماسكارينيك ريسبتورز دي ريسبتورز بيشتغل عليها الاسيتايل كولين، وانواعها من اول M1 لحد M5. يعني عندي M1 M2 M3 M4 M5 خلاص، ودي موجوده في اورجانز مختلفه وبتدي فانكشنز مختلفه خلاص. يعني مثلا ال M1 ده بيخش معاك في علاج البيبتيك ألسر لما تعمل له انتاجونيزم خلاص، وهكذا كذا ايه حاجه. ال M2 ده بتلاقيه في الهوت. في عندك بقى ايه؟ في عندك النيكوتينيك ريسبتورز. النيكوتينيك ريسبتورز دي يعني ريسبتورز بيشتغل عليها الاسيتيل كولين، بتبقى شبه بيشتغل عليها كمان النيكوتين. تمام، نيكوتينيك ريسبتورز نوع من اتنين، يا اما تبقى ان ان او ان ام. ان ان معناها نيكوتينيك نيورال، دي اللي موجوده في الجانجليا تمام، والان ام دي نيكوتينيك ماسكولر، دي اللي موجوده فين؟ في السكيليتال ماسل. معلومه ليك عشان تبقى فاكر، الان ان موجوده في الجانجليا وفي حته كمان فاكر كانت فين؟ موجوده في الادريال المضله، فاكر اللي شرحناها اللي هي الموديفايد سيمباتيك جانجلي خلاص. بعد كده قلنا الريسبتورز يا اما كولينرجيك او ادرينرجيك. ايه بقى الادرينرجيك ريسبتورز؟ الادرينرجيك ريسبتورز يا اما تبقى الفا ريسبتورز او بيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز عندي الفا 1 والفا 2 خلاص، وان البيتا ريسبتورز عندي بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 خلاص، وكل واحده ليها مكانها وليها الفانكشنز بتاعتها خلاص، وهنشرح دلوقتي. انا عاوز اعرف ايه الريسبتورز اللي موجوده في التيشو اللي انا شغال بيه طول الترم. انا طول الترم بشتغل على الرابت انتستين، طب ايه الريسبتورز الاوتونوميك اللي تهمني بقى؟ اولا لازم تسال نفسك هو الرابت انتستين ده عباره عن ايه. الرابت انتستين ده سموث ماسل تمام، فسموث ماسل عايزين نشوف بقى ايه الريسبتورز اللي موجوده فيها. اولا تعال نعدي كده ريسبتور ريسبتور. في الكولينرجيك عندي مين؟ عندي الماسكارينيك والنيكوتينيك. في النيكوتينيك ممكن نلاقي فيها ال NN نتيجة إن فيها الباراسيمباتيك جانجليا تبقى امبيدد جواها. بالنسبة للماسكارينيك ممكن نلاقي فيها ال M3 خلاص، M3 ريسبتور ده بيبقى موجود دايما في السموث ماسل وده موجود في الانتست. طيب بالنسبة للأدرينرجيك إيه الريسبتورز اللي موجودة؟ في عندي الألفا 1 تمام، وفي عندي البيتا 2. تعال بقى نفهم بقى واحدة واحدة إحنا جبنا الكلام ده كله منين؟ اولا الرابت انتستين دي لازم تسال نفسك سؤال، هل هي وصل لها الاوتونوميك نيرفوس سيستم ولا لا؟ وصل لها لان هي سموث ماسل فهي اوتونوميك مش سوماتيك. طب حلو قوي، ما دام اوتونوميك وصل لها النوعين ولا نوع واحد ولا مفيش خالص؟ طبعا هي وصل لها اوتونوميك. انه بقى نوع وصل لها سيمباثيتك؟ اه وصل لها سيمباثيتك تمام، بنلاقي فيها الالفا 1 والبيتا 2 ريسبتور. طب وصل لها باراسيمباثيتك ولا لا؟ وصل لها باراسيمباثيتك تمام، يعني الانتستين جوه الرابت تمام، وصل لها باراسيمباثيتك سبلاي وسيمباثيتك سبلاي خلاص. الباراسيمباثيتك سبلاي تعال بقى ايه نفهمه كده واحده واحده. باراسيمباثيتك نيرف اللي وصل لها عامل ازاي؟ بري جانجليونيك نيرف طويله تمام، لونج بري جانجليونيك نيرف، في اخرها تلاقي الجانجلون الباراسيمباثيتك جانجلون امبيدد جوه الايه؟ جوه الانتست خلاص، وبيطلع منها البوست جانجليونيك نيرف فايبر شورت بتغذي الانتستين، بيطلع في اخرها اسيتايل كولين. وعندنا كمان عندي الجانجلون كده كده بيطلع اسيتايل كولين يشتغل على ان ان ريسبتور، اما في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر هيطلع الاسيتايل كولين ويشتغل على الام 3 ريسبتور. طب لما انا بشغل باراسيمباثيتك نيرف تعال بقى ايه نفهمها بالفهم. باراسيمباثيتك نيرف ده قلنا كنا بنشغله امتى؟ ده بتاع الاكل والانتخه ودي انتستين. الطبيعي ان الباراسيمباثيتك لما يشتغل يزود الكونتراكشن بتاعتها ولا يقلله؟ لا هيزود الكونتراكشن لان انا بحتاج الانتستين عشان الاكل والانتخه خلاص. يبقى لما يشتغل باراسيمباثيتك نيرف هيزود الانتستينال موتيليتي. ازاي؟ ان دي بولاريزيشن ويف تطلع اسيتايل كولين عند الجانجليا باراسيمباثيك جانجليا، يشغل ان ان ريسبتور تتكون دي بولاريزيشن ويف تمشي على البوست انجليونيك نيرف فايبر، يطلع في اخر النيرف تيرمينال اسيتايل كولين يشتغل على الام 3 ريسبتور يعمل لي ايه؟ يزود الانتستاينال موتيليتي خلاص.
تعال بقى نشوف السيمباثيتك نيرف سبلاي اللي واصل للرابت انتستن. خلي بالك انا بتكلم على الانتستن وهي جوه الرابت، لسه ما فصلناش ولا اي حاجه. هتروح اعمل ايه؟ هتبص على السيمباثيتك نيرف. السيمباثيتك نيرف ده ايه؟ هتلاقي واصل من السي ان اس للايه؟ للانتستن. هتلاقي ان في عندي بري جانجليونيك نيرف فايبر قصيره، لما بتشتغل بتطلع اسيتايل كولين يشغل ان ان ريسبتور اللي موجود في السيمباثيتك جانجليا. هتمشي ديبولاريزيشن ويف على البوست جانجليونيك نيرف فايبر، تمام، بتاع السيمباثيتك نيرف، وهيطلع في الاخر ايه بقى؟ استايل كولين؟ لا مش استايل كولين، بيطلع نور ادرينالين. والنور ادرينالين ده بيشتغل على ريسبتورز الالفا 1 والبيتا 2 في السموث ماسلز. تتوقع لو السيمباثيتك نيرف اشتغل هيحصل ايه في الكونتراكشن بتاع الانتستين؟ هتزيد ولا تقل؟ بالمنطق هو سيمباثيتك نيرف بيشتغل امتى؟ فايت وفلايت وفرايت. قول لي وانت بتهرب او بتجري او تتحرك، هل بتحتاج الامعاء ولا عايز الامعاء شغلها يقل والدم يروح للسكيليتال ماسل مثلا؟ اكيد طبعا انا عاوز حركه الامعاء تقل. وفعلا نور ادرينالين لما بيطلع ويشتغل على الفا 1 وبيتا 2 بيقلل الانتستاينال موتاليتي. خلاص كل ده شغل ايه؟ لوجيك. دلوقتي احنا عايزين نسأل نفسنا بقى، انا الانتستين جوه الرابت عرفت بتشتغل ازاي؟ طب لو انا فصلتها بره الرابت ايه اللي هيفضل معايا من الاوتونوميك نيرفز نيرفس سيستم؟ لما انا افصل الانتستين تمام، هيتفضل عندنا الاتي. اول حاجه من الباراسيمباثيتك نيرف، انا عندي الانتستين اللي موجود تمام فيها، هتلاقي امبيدد فيها الباراسيمباثيتك جانجلي، صح ولا لا؟ لان هي بتبقى دايما اقرب للافكتور اورجان، وهتلاقي فيها الريسبتور بتاع الام 3 اللي هي بتشتغل بيه، صح ولا لا؟ وبالنسبه للسيمباثيتك نيرف ايه اللي هنلاقيه في الانتستين؟ لو قعدنا نبص مش هتلاقي فيه السيمباثيتك جانجلي. ليه طيب؟ مش هتلاقي السيمباثيتك جانجليا لان هي بتبقى اقرب للسي ان اس، خلاص، وانت دايما بتقطع الانتستين بس، تمام، ما بتقطعش ابعد من كده. فعلشان كده بن ايه ما بنلاقيش سيمباثيتك جانجليا، بنلاقي بارا سيمباثيتك جانجليا، خلاص. لكن هتلاقي الادرينرجيك ريسبتورز، هتلاقي الالفا 1 والبيتا 2 اللي بيشتغل عليهم النور ادرينال، خلاص. فانت عندك اللي هتلاقيه جوه الانتستين في الايزوليتد رابت انتستين من الاوتونوميك ريسبتورز، هتلاقي في عندي الان ان ريسبتور بتاع ايه؟ بتاع الباراسيمباثيتك جانجليا، وهتلاقي الام 3 بتاع ده الكولينرجيك ريسبتور اللي هو بيشتغل عليه الاستايل كول، وهتلاقي كمان ادرينرجيك ريسبتورز الفا 1 وبيتا 2، خلاص، اللي بيشتغل عليهم النور ادرينال. فيها اي مشكله؟ علشان كده احنا بنفهم ايه موضوع البري جانجليونيك فايبر والبوست جانجليونيك فايبر اللي هي الطويله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو البري جانجليونيك فايبر طويله تمام، ده معناها ان الجانجليون هتبقى قريبه لمين؟ هتبقى قريبه للاورجان، تمام، فهيطلع لك الجانجليون مع الايه؟ مع الاورجان. انما لو البوست جانجليونيك فايبر هي اللي طويله، ساعتها يبقى الجانجليون مش هتطلع معاك وانت بتفصل التشو خالص، لا، اللي هيطلع معاك هي الريسبتورز اللي بتبقى في الاخر اللي بتبقى جواه، انها مش هيطلع معاك جانجلي، خلاص. عشان كده احنا بندرس مين البري جانجلونيك او مين الفايبرز الطويله، بري جانجلونيك ولا بوست جانجلونيك، خلاص. دلوقتي بقى في سؤال مهم لازم افهمه، هو الريسبتورز اللي انا هشتغل عليها دي، الريسبتورز دي بشغلها ازاي وبقفلها ازاي؟ لازم تبقى عارف ان الريسبتورز دي بتشتغل بحاجه اسمها الاجونست وبتتقفل بحاجه اسمها الانتاجونست، تمام، والاجونست هنا بيبقى فول اجونست، خلاص. يعني ايه كلمه فول اجونست؟ يعني لما بيمسك في ريسبتور بيطلع ريسبونس 100%، تمام، 100% من الريسبونس بتاع الايه؟ بتاع الريسبتور، خلاص. الايه بقى الانتاجونست؟ الانتاجونست ده بيبقى زيه زي الاجونست بس بيمسك في الريسبتور وبيطلع 0% ريسبونس. يعني ايه الفرق من الاجونست والانتاجونست؟ ان الاجونست بيطلع 100% ريسبونس والانتاجونست بيطلع 0% ريسبونس. الفرق التاني ان الانتاجونست لو اتحط الاجونست والانتاجونست بيبقى الانتاجونست ليه
بيحب يمسك في ريسبتور بيبقى عنده مور بايندنج ومور افينيتي للريسبتور عن الاجونست خلاص، وعشان كده بيشتغل كانتاجونست لانه بيمسك في ريسبتور بافينيتي اعلى. افينيتي يعني ان هو يحب ان هو يمسك فيه اكتر. تعال نعرف ايه الاجونست بتاعت الريسبتور بتاعتنا. هو ايه الريسبتورز؟ الاول عندي ان ان في الجانجليا في الباراسيمباثيك جانجليا، وفي عندي ام 3 ريسبتور، وفي عندي الفا 1، وفي عندي بيتا 2. عندك الاجونست بتاع ال NN ريسبتور هو الدايل نيكوتين. تقول لي نيكوتين، اشمعنى النيكوتين؟ علشان اسمها اساسا نيكوتينيك ريسبتور لان بيشتغل عليها الاستايل كولين والنيكوتين خلاص. طيب ايه بيبقى دايليوتد نيكوتين مش كونك نيكوتين؟ لان الكونك نيكوتين لقينا ان هو بيبقى انتاجونست، وهنشرحها دلوقتي في السلايد بتاعت الانتاجونست دي. السلايد بتاعت الاجونست، ال NN ريسبتور الاجونست بتاعه بيبقى الدايل نيكوتين اللي هو الدايلوتد نيكوتين. ال M3 ريسبتور الاجونست بتاعه بيبقى الاسيتايل كولي خلاص، ده ما بيشتغلش عليه نيكوتين عشان تبقى عارف، ده بيشتغل عليه الكالويد اسمه المسكرين. ما علينا من القصه دي، المهم ان الاجونست بتاعك في ال M3 ريسبتور هيبقى الاسيتايل كولي خلاص. قول لي لو حطيت دايل نيكوتين على الايزوليتد انتستين ايه الريسبونس اللي انا متوقع اشوفه؟ انا متوقع ان انا اشوف زياده في الانتستينال موتيليتي. طب لو حطيت اسيتايل كولين ايه الريسبونس اللي انا متوقع اشوفه؟ متوقع ان تزيد الانتستينال موتيليتي. ليه؟ لان سواء حطيت الدايل نيكوتين او الام 3 اتفرج على السيكونس اللي هيحصل. لو حطيت دايل نيكوتين، دايل نيكوتين هيشغل لي الان ان ريسبتور اللي موجوده في الباراسيمباثيك جانجليا، فيكون دي بولاريزيشن ويف في البوست انجلونيك نيرف فايبر، تطلع لي الاسيتايل كولين اندوجينس اسيتايل كولين يشتغل على الام 3 ريسبتور، الام 3 ريسبتور يزود الانتستينال موتيليتي. لو استعملت اسيتايل كولين من بره اكزوجينس، الاسيتايل كولين هيشتغل دايركتلي على الام 3 خلاص، مش هيشتغل على الان ان وبعد كده الام 3، لا هيشتغل على طول على الايه، على الام 3 خلاص. طيب بعد كده في عندنا الالفا 1 والبيتا 2 ريسبتورز، دول ايه نظامهم؟ دول الاجونست بتاعهم هو الادرينالين خلاص، دول بيشتغل عليهم الادرينالين اوكي. طبعا الادرينالين لو شغال، لو حطيناه على الايزوليت انتستين ايه الريسبونس متوقعين نشوفه؟ متوقعين نشوف ان البندلم موفمنت هتقل، هيحصل انهيبيشن للانتستينال موتيليتي، لان زي ما انت فاكر الادرينالين والنور ادرينالين بيشتغلوا زي شغل السمباثيك، هيقللوا الكونتراكشن بتاع الانتستين لانها مش محتاجها في الفايت والفلايت فرايت، على عكس الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده شغال هنا بارا سمباثيتك تمام، وبيزود شغل الايه الانتستين لانها محتاجها في الاكل والانتخ خلاص. السلايد اللي فاتت كنا بنتكلم على الاجونست بتاعه الاوتونوميك ريسبتورز في الايزوليتد رابيد انتستين، دلوقتي انا هنتكلم على الانتاجونست بتاعه الريسبتورز بتاعتي في الايزوليتد رابيد انتست. انا قلنا عندي كام ريسبتور؟ عندي 4، ال NN والM3 والالفا 1 والبيتا 2. بالنسبه لل NN احنا كنا بنشغله بدايل نيكوتين، بنقفله بقى بكونك نيكوتين، يعني الانتاجونست هنا الكونك نيكوتين كونسنتريت نيكوتين، لقينا ان ده بيقفل الريسبتور خلاص. بينما الM3 ريسبتور بنقفله بالانتاجونست اللي اسمه الاتروبين خلاص، الاتروبين بيقفل لي الام 3. بينما بقى الالفا 1 والبيتا 2 قصتهم مختلفه شويه. الالفا 1 تقدر تقفلها لوحدها بانتاجونست اسمه الفينوكسيبنزامين خلاص، البيتا 2 تقدر تقفلها بانتاجونست اسمه البروبرانول تمام، اللي هو الاندرول لو انت عارف في الصيدليه. تقدر بقى انك تقفل الالفا 1 والبيتا 2 مع بعض بانتاجونست واحد بس اسمه اللابيتالول. اللابيتالول ده الانتاجونست الوحيد المهم جدا عندك في المنهج اللي بيقدر يقفل الالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز مع بعض خلاص، ده بيقفل الفا وبيتا. لو عايز تقفل الفا بس استعمل فينوكسيبنزامين، عايز تقفل بيتا بس استعمل بروبرانول، عايز تقفل الاثنين استعمل لابيتالول خلاص. السلايد دي بقى، السلايد دي احنا هنعمل سمري للفرق ما بين السوماتيك والاوتونوميك خلاص. السوماتيك نيرف زي ما احنا فاكرين ما فيهوش جانجليا، بيبقى دايركت من السي ان اس للسكيليتال ماسل، بيطلع في اخره الاسيتايل كولين وبيشتغل على النيكوتينيك ماسكولار ريسبتور تمام.
بينما الاوتونوميك نيرف يا اما يكون سيمباثاتيك او باراسيمباثاتيك. تمام، عندنا الباراسيمباثاتيك نيرف بيبقى البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك بيبقوا كولينرجيك، الاثنين بيطلعوا استايل كولين. استايل كولين في البري جانجليونيك بيشتغل ان ان ريسبتور الموجود في الجانجليا، وبيطلع اسيتايل كولين في اخر النيرف تيرنال بيشتغل على ماسكارينيك ريسبتورز في السموت ماسل والجلينز. بينما السيمباثاتيك نيرف بيبقى عندي بيبقى فيه جانجليون برضو بس اقرب للسي ان اس، مش زي في الباراسيمباثاتيك بتبقى امبيدد في الاورجان. والسيمباثاتيك نيرف عندي البري جانجليونيك نيرف بيبقى كولينرجيك، بينما البوست جانجليونيك نيرف بيبقى ادرينرجيك. تمام، بيطلع في اخره نور ادرينالين، بيشتغل على الالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز. في حاله واحده بس اكسبشن للسيمباثيك نيرف، بيطلع في اخر النيرف بيطلع في اخر البوست جانجليونيك نيرف فايبر بيطلع اسيتايل كولين اللي هو السيمباثيك نيرف اللي رايح للسويت جلاندز. اوكي، ده خليك عارفه زي اسمك. في برضو عندنا الموديفايد سيمباثيك جانجليون، تمام، اللي هي الادرينال مضله. الادرينال مضله دي بيوصل لها اساسا نيرف بيطلع في اخر النيرف تيرمينال اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين بيشتغل على الان ان ريسبتور النيكوتينيك نيورال ريسبتور اللي موجوده في الادرينال مضله، بيحفز الادرينال مضله ان هي تطلع الادرينالين والنور ادرينالين في الدم. تمام، عشان كده اسمها موديفايد سيمباثيك جانجليون. هي سيمباثيك لان هي بتطلع في اخرها ادرينالين ونور ادرينالين، وجانجليون لان عليها الان ان ريسبتور. نركز بقى مع بعض في الشغل العملي اللي هنشتغله علشان نطبق على الاوتونوميك نيرفس سيستم. دلوقتي الاوتونوميك نيرفس سيستم احنا هنشتغل على ايه؟ المثال بتاعنا احنا هنشتغل على الرابت انتست. تمام، زي ما قلنا الايزوليتد رابت انتست كان ايه الريسبتورز الموجوده فيها؟ فيها ان ان ريسبتور، وفيها ام 3 ريسبتور، وفيها الفا 1 وبيتا 2 ريسبتورز. خلاص، فدي الريسبتورز اللي احنا هنشتغل عليها في العملي. طيب ايه بقى الشغل؟ يعني فكرته عامله ازاي؟ فكرته ان انت هتوفر الكونديشنز بتاعه الايزوليتد انتستين زي ما انت متعود، وهتعلقها زي ما انت متعود برضو. بعد كده هنبدا نشغل الريسبتورز اللي موجوده فيها بالاجونست بتاعتها. تمام، اللي هي الان ان والام 3 والالفا 1 والبيتا 2، نشغلهم بالاجونست. بعد كده هنحط الانتاجونست بتاعتهم ونحط وراها الاجونست ونشوفه هيشتغل تاني ولا لا. خلاص، ده الفكره العامه بتاعت الايه الشغل. تعالى بقى نشرح واحده واحده. الشغل عامل هتعمل ايه؟ اول ما انت هتخش تمسك الجهاز بتاعك الاورجان باص، تروح غسله كذا مره. تمام، تعمل ووش كذا مره. بعد كده تظبط الكونديشن بتاعتك، تلاقي تحط التايرود في الاورجان باص، تظبط تمبريتشر عند 37 بلس ماينس 1، وتظبط الايريشن يبقى ستيدي ستريم من الاير بابلز. بعد كده بتعمل ايه؟ بتمسك الانتستين، بتعلقها زي ما انت متعود. تمام، بالخيط والهوك، وتظبط التنشن. تمام، وبعد ما تظبط تنشن بتستنى عليها في 5 دقائق اكوموديشن. تمام، 5 مينتس بتاعت الاكوموديشن. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ نجرب النيكوتينيك ريسبتورز اللي هو سبيسيفيكلي مين. يعني لما اقول لك نيكوتينيك ريسبتورز انا قصدي مين في الرابت انتستين؟ قصدي ال ان ان ريسبتور اللي هو نيكوتينيك نيورال ريسبتور اللي موجود في الباراسيمباثيك جانجليا. طيب هنتست كمان الماسكارينيك ريسبتورز، انهي ماسكارينيك ريسبتورز في الايزوليتد رابت انتستين اللي هي الام 3 ريسبتور اللي موجوده في الرابت انتست. هنتست كمان الادرينرجيك ريسبتورز، انهي ادرينرجيك ريسبتورز اللي هي الالفا 1 والبيتا 2 اللي موجوده في الايزوليتد رابت تيست. خلاص وصلت. تعالى بقى نشوف هنتست كل واحده من الريسبتورز ازاي وبالترتيب. دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف ازاي بنجرب النيكوتينيك ريسبتورز اللي هو بنجرب الان ان ريسبتور بيشتغل ازاي. اول حاجه احنا بنعمل دوس سايكل للدايل نيكوتين. تمام، انا بكون مدي لك الدوز بتاعت الدايل نيكوتين انت هتستعملها، وانت بتستعملها في دوز سايكل. خلاص كده احنا متاكد ان الان ان ريسبتور شغاله وافيشنت. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ هنقفل الان ان ريسبتور بالكونك نيكوتين. ازاي يعني ازاي بيتم الموضوع ده؟ دوز سايكل بتاعت الكونك نيكوتين كالتالي. وخلي بالك ان الدوز سايكل بتاعت الكونك نيكوتين مختلفه عن الدوز سايكل بتاعت الدايل نيكوتين، كما ان الدوز سايكل بتاعت الكونك نيكوتين مختلفة عن الاتروبين والبروبرانول اللي احنا هنستعمله. اوكي، طيب
بالنسبة للكونكتين بنستعمله ازاي؟ بندي نورمال نص دقيقة، تمام؟ بعد كده بنحط الكونكتين. كونكتين بنعرف امتى انه اشتغل وعمل اللي عليه وقفل الريسبتور، لما بيعمل حاجتين. بيعمل الاول depolarization followed by sustained depolarization، تمام؟ يعني بيعمل depolarization وبعد كده يعمل وراها sustained depolarization. depolarization بيشغل الريسبتور، تمام؟ بس لما بيفضل مشغله بالديبولاريزيشن ده بيخلي الريسبتور بعد كده انهابيتد، ما يقدرش يشغل حاجه ثانيه وراه، ما يقدرش يشغل اي ستيمولس ثاني وراه، كمثال ما يقدرش يشغل الدايل نيكوتين وراه، تمام؟ فالكونكتين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو الديبولاريزيشن فولود باي سستيند ديبولاريزيشن اوف ذا ان ان ريسبتور ان ذا باراسمبثاتيك جانجلي، خلاص؟ بعد ما انت بتحط الكونكتين بتروح ضايف بعد كده الدايل نيكوتين، تمام؟ خلي بالك ما ينفعش ان انت تحط الدايل نيكوتين او يعني ما ينفعش ان انت تستعمل بعد كونكي نيكوتين تعمل ووش. ليه؟ لما انت تعمل ووش انت كده شلت الافكت بتاع كونكي نيكوتين، خلاص؟ هتعرف ازاي ان ال ان ان ريسبتور اتقفلت وانت شايل الكونكيكوتين؟ لازم بعد الكونكيكوتين ما يعمل الديبولاريزيشن والسستين ديبولاريزيشن، تمام؟ او ما يوصل للسستين ديبولاريزيشن ساعتها بتروح ايه؟ بتروح حاطط الدايل نيكوتين، خلاص؟ الدايل نيكوتين هنا بقى ايه فايدته؟ فايدته ان هو يعرفني هل الريسبتور اتقفلت ولا لا؟ لو الدايل نيكوتين لقيته اشتغل عادي بعد ما حطينا كونكتين، ده معناه ان ال ان ان ريسبتور ما اتقفلتش كويس، ده معناه ان الدوز بتاعت الكونكتين ما كانتش كافيه ومحتاجين نعليها تاني، خلاص؟ ودي لازم لها دوز سايكل مختلف، اوكي؟ اما لو ما اداش ريسبونس بعد الكونكتين خلاص يبقى هو كده قفل الريسبتور، خلاص؟ يبقى احنا كده جربنا النيكوتينج ريسبتور. كملخص سريع، انك بتجرب الدايل نيكوتين في الدوز سايكل بتاعته، بعد كده بتحط الكونكي نيكوتين في دوس سايكل عباره عن نورمال، ثم كونتاكت بالكونكي نيكوتين دي بتبقى بتستنى يحصل سستيند ديبولاريزيشن، تمام؟ بعديها من غير ووش بتحط الدايل نيكوتين، تمام؟ الدايل نيكوتين المفروض ما يديش ريسبونس، ده معناه ان 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 ريسبتور اتقفلت. لو ادى ريسبونس يبقى هتعيد تاني الخطوه بتاعه الكونكي نيكوتين، تمام؟ بدوز اعلى من الدوز اللي انت جربتها المره اللي فاتت، خلاص؟ دلوقتي احنا هنشوف الشارت بتاعت ال ان ان ريسبتور بتبقى عامله ازاي، تمام؟ اولا انت بتعمل نورمال، وبعد كده بتعمل كونتاكت بالدايل نيكوتين بالدوز اللي انا هديها لك، هيدي لك ريسبونس. بعد كده هتروح عامل ووش وريست، تمام؟ وبعد كده تسجل نورمال تاني، تمام؟ وتحط الكونكينيكوتين. الكونكينيكوتين الميكانيزم بتاعه باي فيزيك. باي فيزيك يعني مرحلتين. ايه هما المرحلتين؟ بيعمل اول depolarization followed by sustained depolarization. sustained depolarization دي هي المرحله الثانيه بتاعت الانهبيشن، تمام؟ هي دي اللي ساعتها بيبقى الكونكينيكوتين عرفنا ان هو خلاص قفل الريسبتور. عشان نتاكد بقى انه قفل الريسبتور بنحط وراه دايل نيكوتين من غير اي ووش. اياك تعمل ووش بعد الكونكينيكوتين والا الافكت بتاعه هيروح. ساعتها هتلاقي المفروض ان الدايل نيكوتين ما يديش ريسبونس، لو كانت الدوز بتاعت الكونكي نيكوتين اللي انت حطيتها كافيه ان هي تعمل انهبيشن، خلاص؟ البايفيزيك اكشن بتاع الكونكي نيكوتين عباره عن depolarization followed by sustained depolarization، خلاص؟ ركز هنا في نقطه معينه، ان هو الكونكي نيكوتين ما نقدرش نديله وقت محدد هينفذ فيه البايفيزيك اكشن بتاعه. يعني مثلا ممكن تلاقي الانتستين اللي معاك عملت الكونكي نيكوتين البايفيزيك اكشن بتاعه عملته في دقيقتين، انتستين تانية بتاعت واحد زميلك عملته في تلاتة، انتستين تانية عملته في اربعة، انتستين عملته في دقيقة. فالفكرة العبرة بايه؟ بحدوث السستين ديبولاريزيشن، انك تلاقي الموجه بتاعه الديبولاريزيشن عليت وبعد كده نزلت تاني وبقت ايه كانها نورمال، تمام؟ ساعتها يبقى الكونكيكوتين عمل البايفيزيك اكشن بتاعه اللي هو الديبولاريزيشن فولود باي سستين ديبولاريزيشن، تمام؟ ساعتها تحط الدايل نيكوتين. اياك تحط الدايل نيكوتين قبل ما تشوف السستين ديبولاريزيشن بتاعه الكونكيكوتين، خلاص؟ بيقول لك هنا بقى ايه؟
بيقول لك ان لو الدايل نيكوتين ادى ريسبونس بعد الكونك نيكوتين، ده معناه انك محتاج تعلي الدوز بتاعت الكونك نيكوتين، وده ما ينفعش في نفس الدوز سايكل، لازم تعمل ووش وريست وبعد كده تعمل نورمال وبعد كده تحط الكونك نيكوتين وتستنى البايفيزيك اكشن بتاعه وتستنى السستيند بولايزيشن وبعد كده تحط الدايل نيكوتين. طبعا الكونك نيكوتين الجديد اللي انت هتحطه هتحطه بدوز ايه اعلى زي ما اتفقنا. معلومة بقى مهمة جدا دي حتى محطوطة في السلايد لوحدها، ان انت اياك تغسل بعد بلوك. يعني ايه؟ اياك تعمل ووش بعد الانتاجونست. ايه الانتاجونست اللي عندك؟ الكونك نيكوتين او الاتروبين او البروبرانول، اياك تعمل ووش بعدهم. ليه؟ لان انت دايما بعدهم هحط الاجونست. يعني مثلا ورا الكونك نيكوتين هتحط الدايل نيكوتين عشان تتاكد ان الان ان ريسبتور اتقفلت، ورا الاتروبين هتحط الاسيتايل كولين عشان تتاكد ان الام 3 ريسبتور اتقفل، وورا البروبرانول هتحط الادرينال عشان تتاكد ان البيتا ريسبتور اتقفل. تمام؟ فلو عملت ووش لاي واحد من الثلاثه انتاجونست قبل ما تحط الاجونست بتاعهم، ساعتها انت هتشيله من على الريسبتور اللي هو المفروض بيقفله، كده يبقى الريسبتور ما اتقفلش، كده الريسبتور هيشتغل مع الاجونست اللي هيبقى موجود. خلاص؟ يبقى ايه؟ اياك تغسل بعد ما تحط الانتاجونست نهائي. خلاص؟ لو انت فاكر من السلايد اللي فاتت احنا جربنا النيكوتينيك ريسبتور وعرفنا ازاي بنقفلها ونتاكد ان هي اتقفلت، دلوقتي عايزين نجرب ماسكارينيك ريسبتور. كل الماسكارينيك لا، هو بس الام 3 اللي موجود في الايزوليتد رابت انتستين. ازاي بقى هتاكد انه شغال وهتاكد انه اتقفل؟ اولا انا بشغله باستايل كولين. تمام؟ بعمل دوز سايكل للاسيتايل كولين بتاكد بيها من ان الام 3 ريسبتور بيشتغل. خلاص؟ وهنبين ده في الشورت. بعد كده احنا قلنا ايه دوس سايكل، فده عباره عن ايه نورمال كونتاكت ووش ريست لاستايل كولين. بعد كده بعد الريست هنعمل نورمال. تمام؟ وهنعمل كونتاكت بالاتروبين. الاتروبين بقى الدوس سايكل بتاعته عامله ازاي؟ الكلام اللي هقوله ده بتطبقه على الاتروبين والبروبرانول فقط، ما بتطبقوش على الكونك نيكوتين. ليه ما بنطبقوش على الكونك نيكوتين؟ لان الكونك نيكوتين لازم نستنى لما يعمل سستين ديبولاريزيشن. طب الاتروبين والبروبرانول بنعملهم ازاي؟ بنعمل الدوس سايكل بتاعتهم كالتالي، بتعمل نورمال نص دقيقه، بعد كده كونتاكت دقيقتين. كونتاكت دقيقتين ده متقسم ازاي على الدرام؟ ساعه لما بتحط الاتروبين بتروح قافل الدرام لمده دقيقه ونص، بعد كده تفتح الدرام لمده نص دقيقه، دي كده الفتره اللي انت حطيت فيها الاتروبين دقيقتين. يبقى الدقيقتين متقسمين ايه؟ متقسمين اول نص دقيقه، اول دقيقه ونص بيبقوا الدرام اوف، والنص دقيقة الأخرانية بتبقى اون. خلاص؟ لما بعد ما بتشغل الدرام اون، بعد ما بتحط الأتروبين، قول لي الأتروبين هيعمل إيه؟ الأتروبين هيقفل M3 ريسبتور اللي موجود في الأيزوليتد رابت انتستين. متوقع أعمل بعديها إيه؟ إن أنا أعمل ووش؟ لا أكيد مش هعمل ووش. هحط وراه نفس الدوز بتاعت الأستايل كولين اللي كانت بتديني ريسبونس، تمام؟ وهشوف بيها إيه، هل الريسبتور اتقفل ولا لا؟ اللي هو الـ M3 اتقفلت ولا لا؟ لو الاسيتايل كولين ما اداش ريسبونس كده يبقى الام 3 اتقفلت بالاتروبين. كويس؟ خلاص. طب لو الاسيتايل كولين ادى ريسبونس، ده معناه ان الدوز بتاعه الاتروبين اللي احنا استعملناها ما كفتش عشان تقفل الام 3، يبقى انا محتاج اعلي الدوز بتاعه الاتروبين قدام الايه الاسيتايل كولين. بس كده. خلاص؟ ده ازاي هنتاكد ان الماسكينك ريسبتور شغال؟ هنعمل دوز سايكل استايل كولين، هبعد كده نعمل نورمال ونحط الاتروبين لمده دقيقتين، دقيقه ونص درام اوف ونص دقيقه درام اون، وبعد كده نحط الاسيتايل كولين من غير ووش ورا الاتروبين عشان نتاكد ان هو قفل ام 3 ريسبتور، ولازم ساعتها الاسيتايل كولين ما يديش ريسبونس عشان ايه نتاكد ان الريسبتور اتقفلت. دلوقتي بقى الشغل على الشورت هيبقى عامل ازاي؟ ركز معايا في دي قوي. احنا الاول هنعمل دوس سايكل للاستايل كولين عباره عن نورمال نص دقيقه وراها دقيقه اسيتايل كولين، هتلاقي الريسبونس بتاع الايه الانتستين الكونتاكشن بتاعها زيت. خلاص؟ بعد كده هتعمل ووش وريسك. تمام؟ وبعديها هتعمل نورمال. بعد النورمال هتروح حاطط الاتروبين، هتحط الاتروبين تقفل الدرام دقيقه ونص، وبعد كده تشغلها نص دقيقه، وبعد كده هتروح حاطط وراها من غير ووش تحط الاسيتايل كولين ورا الاتروبين. خلاص؟ المفروض ان الاسيتايل كولين ما يديلكش ريسبونس. تمام؟
لان المفروض ان الاتروبين يكون قفل المسكرينيك ريسبتور. تمام، الاتروبين هنا بيبقى ريفرسبل كومبيتيتيف انتاجونست للاستايل كولين على الام 3 ريسبتور في الايزوليتد رابت انتست. خلاص، ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاتروبين. تمام، الميكانيزم اوف اكشن بقى بتاع الكونكينيكوتين انه كان بيعمل باي فيزيك اكشن، بيعمل ديبولاريزيشن فولود باي سستين ديبولاريزيشن على ال NN ريسبتور. خلاص، والكلام ده هنشرحه قدام في السلايدز. هنفضل هنا نعيد ونزيد في الشغل. تمام، انت بعد ما انت بتحط الاسيتايل كولين بتعمل يعني بعد نورمال واسيتايل كولين بتعمل ووش وريست، وبعد كده بتعمل نورمال، وبعد كده بتحط الاتروبين. الاتروبين بتحطه دقيقتين، دقيقة ونص درام اوف ونص دقيقة درام اون. خلاص، وبعد كده وراه على طول بتحط الاسيتايل كولين، والمفروض الاسيتايل كولين ما يديلكش ريسبونس. تالت مرة بنعيد فيها الشرط ان انا بعمل نورمال، تمام، وبعد كده بنحط الاسيتايل كولين، تمام، دقيقة، بعد كده بنعمل ووش وريست، وبعد كده بنعمل نورمال، وبعد كده نحط الاتروبين دقيقتين، دقيقة ونص درام اوف ونص دقيقة درام اون. بعديها من غير ووش بنروح حاطين الاسيتايل كولين، والمفروض الاسيتايل كولين ما يديش ريسبونس. عايزين بقى نعرف هو ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاتروبين. الاتروبين ده بيبقى ريفرسيبل، يعني ريفرسيبل كومبيتيتيف انتاجونست للاسيتايل كولين على الماسكينيك ريسبتور، هنا مين لي سبيسيفيكلي الام 3 ريسبتور في الايزوليت رابت انتست. خلاص، ريفرسيبل يعني ايه ريفرسيبل؟ يعني بيمسك في الريسبتور بنون كوفالنت بوند. كومبيتيتيف يعني ايه كومبيتيتيف؟ يعني الشكل بتاعه مشابه لشكل الاسيتايل كولين، وعشان كده بيقدر يمسك في الريسبتور. تمام، بيعمل كومبيتيشن معاه على الريسبتور اللي هو الام 3 ريسبتور. انتاجونست يعني ايه انتاجونست؟ يعني بيمسك في الريسبتور من غير ما بيعمل اندكشن ريسبونس. تمام، يعني بيدي 0% ريسبونس. انتاجونست الاسيتايل كولين يعني بيبقى شغال معاكس للاسيتايل كولين على الماسكينيك ريسبتور سبيسيفيكلي الام 3 ريسبتور في الرابت انتست. خلاص، عايزين بقى نشوف ايه تالت نوع من ريسبتور هنعمل له تيست في الاوتونوميك ريسبتورز. احنا اتكلمنا عن نيكوتينيك ريسبتور وفهمناها، اتكلمنا عن ماسكينيك ريسبتور وفهمناها، فاضل نتكلم عن ادرينرجيك ريسبتورز اللي هي الالفا 1 والبيتا 2 في الايزوليت رابيد انتست. المفروض هنعمل عليها ايه؟ المفروض هنجرب عليها الاجونست اللي هو الادرينالين. خلاص، ده الادرينالين ده بيشغل الفا 1 والبيتا 2 ريسبتور. خلاص، بنجربه في دوز سايكل عاديه خالص، نورمال كونتاكت ووش ريست. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الدوس سايكل بتاعت البروبرامل. الدوس سايكل بتاعت البروبرامل عامله ازاي؟ فاكر الاتروبين؟ هيبقى نص دقيقه نورمال، بعد كده دقيقتين للبروبرانول. البروبرانول لما بنحطه بنحطه دقيقه ونص درام اوف ونص دقيقه درام اون، وبعد كده من غير ووش بتحط وراه الادرينالين. خلاص؟ البروبرانول هنا بيقفل انهو ريسبتور؟ البروبرانول ده نون سيلكتيف بيتا بلوكر. تمام، يعني بيقفل ايه؟ البيتا ريسبتور بس. طيب، والادرينالين ده في الاول لما كان بيشتغل كان بيعمل ايه؟ هل كان بيعمل يزود الكونتراكشن ولا بيقللها؟ الادرينالين لما بيشتغل الفا 1 بيتا 2 بيقلل الكونتراكشن بتاعت الانتستين، لو انت فاكر الشرح. خلاص، يعني عشان يعمل انهبيشن كونتراكشن بيشغل الفا 1 وبيتا 2. خلاص، لما انت تحط له بروبرانول، البروبرانول ده بيعمل ايه؟ هيقفل لي البيتا 2 بس الالفا 1 لسه فاضيه، لسه شغاله. خلاص، ده معناه ايه؟ ان الادرينالين لما هيجي ينزل، تمام، هيلاقي قدامه الالفا 1 فاضيه والبيتا 2 مقفوله بالبروبرانول، فهيعمل ايه؟ هيشتغل على الالفا 1 بس. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان حصل انهبيشن بس اقل من الانهبيشن اللي كان بيحصل قبل البروبرانول. ليه؟ لان الادرينالين قبل البروبرانول كان بيشتغل الفا 1 والبيتا 2 بيعمل انهبيشن عن طريقهم هما الاثنين. اما بعد البروبرانول، بعد ما قفلت البيتا 2، بقى الادرينالين بيعمل انهبيشن عن طريق الالفا 1 بس، فده معناه ان الانهبيشن بتاعته ضعفت، فهتلاقي ان الريسبونس ما بينزلش زي الاول، ما بيحصلوش انهبيشن زي الاول. وده معناه ان الادرينالين، تمام، هيشغل الفا 1 ريسبتور بس، فهتلاقي less inhibition بيظهر قدامك. وخلي بالك في المعلومة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن الأسيتايل كولين كان بيشتغل على الـ M3 ريسبتور، تمام؟ والدايل نيكوتين كان بيشتغل على الـ NN ريسبتور. فلما
تشوف الاتروبين والكونكينيكوتين بيقفلوا الريسبتورز دي، بيمنعوا شغل الايه الاستايل كولين والدايلكوتين. اما البروبرانولول لوحده ما بيقدرش يوقف شغل الادرينالين توتالي في الانهيبيشن بتاعه للايزوليتد تيرابتين تيستين كونتراكشن. امال هو بيعمل ايه؟ هو بيقفل بس البيتا ريسبتور. طب لو انا اصلا عاوز اقفل الانهيبيشن بتاع الادرينالين اعمل ايه؟ دلوقتي احنا عاوزين نفهم الشارت بتاع الادرينرجيك ريسبتور تيست هيبقى عامل ازاي. اولا انت هتعمل نورمال وبعد كده كونتاكت بالادرينالين، تمام، هتلاقي الريسبونس بتاع البندلوم موفمنت قل، تمام، ده حصل انهيبيشن خلاص. بعد كده المفروض هتعمل ووش وريست، بعد كده هتعمل نورمال، تمام، وبعد كده هتحط البروبرانول. البروبرانول بقى هيعمل ايه؟ البروبرانول المفروض البروبرانول طبعا بتحطه دقيقتين، دقيقة ونص درام اوف ونص دقيقة درام اون. هل البروبرانول في حد ذاته هيعمل حاجة؟ البروبرانول مش هيعمل حاجة، هو انتاجونست. امال بقى ما عايزين نعرف انه قفل البيتا ريسبتور لازم نعمل ايه؟ لازم نحط الادرينالين. هتلاقي الادرينالين عمل انهيبيشن اقل من اللي كان بيعملها في الاول. ليه؟ لانه اشتغل بس على الفا 1 مش زي الاول كان بيشتغل الفا 1 وبيتا 2. خلاص السلايد دي برضو نفس القصة، تمام، فكرك بالموضوع. بنعمل نورمال نص دقيقة وبعد كده نحط الادرينالين دقيقة نلاقيه عمل انهيبيشن، بعد كده ووش وريست، بعد كده هنعمل نورمال وبعد كده نحط البروبرانول دقيقتين، دقيقة ونص درام اوف نص دقيقة درام اون. خلاص وبعد كده هنروح حاطين الادرينالين من غير ووش، تمام، هتلاقي ان الادرينالين عمل انهيبيشن بس اقل لانه اشتغل بس على الالفا 1 ريسبتور وما اشتغلش على البيتا 2 اللي هي بلوكد بالبروبرانول. دلوقتي اعاده مره ثالثه للشارت بتاع الادرينالين، انك بتعمل نورمال، تمام، ونص دقيقه وبعد كده ادرينالين دقيقه، تمام، يعمل انهيبيشن لانه اشتغل على الفا 1 وبيتا 2، بعد كده بتعمل بوش وريست وبعد كده تعمل نورمال، تمام، نص دقيقه، بعد كده تحط البروبرانول دقيقتين، دقيقه ونص درام اوف ونص دقيقه درام اون، وبعد كده من غير ووش تحط الادرينالين تلاقي عمل ليس انهيبيشن. ليه؟ لانه اشتغل الفا 1 بس ما قدرش يشتغل على البيتا 2 لان هي مقفوله بالبروبرانول. دلوقتي عايزين نفهم هو ايه الميكانيزم بتاع البروبرانول. البروبرانول الميكانيزم بتاعه هو reversible competitive antagonist للادرينالين على البيتا ريسبتور، تمام، مينلي البيتا 2. خلاص ايه ده، انت مش بيفكرك حاجه الميكانيزم؟ بيفكرك بالاتروبين، هما تقريبا الاثنين زي بعض، بفرق بقى انك بتقول ايه اسم الاجونيست بتاعهم، تمام، او لا سوري اللي هو هم بيانتاجونايز مين، وكمان بيشتغل على انهي ريسبتورز. خلاص انما هما الاثنين زي بعض reversible competitive antagonist، تمام، بس البروبرانول انتاجونست للادرينالين، تمام، على البيتا 2 ريسبتور. مش بس البيتا 2، هو البروبرانول نون سيلكتيف بيتا بلوكر. طيب فلنفترض، فاكر السؤال الاخراني اللي احنا قلناه؟ قلنا انا دلوقتي عايز امنع الايفكت بتاع الانهيبيشن بتاع الادرينالين تماما، ده معناه ان انا ايه، محتاج اقفل الالفا 1 ومحتاج اقفل البيتا 2. بقفل الالفا 1 ريسبتور بايه؟ بانتاجونست اسمه الفينوكسيبنزامين، خلاص، وبقفل البيتا ريسبتور بالبروبرانول، تمام. في عندي الحاجات اللي بتقفل الالفا ريسبتور هي الفينوكسيبنزامين او حاجه اسمها الفينتولامين، الاثنين دول بيقفلوا الفا ريسبتور. خلاص الحاجات اللي بتقفل البيتا ريسبتور عيله اللول اللي هي البروبرانول. عايزين نقفل الالفا والبيتا مع بعض بانتاجونست واحد بس. الانتاجونست ده مميز جدا ومهم جدا ولازم تحفظه زي اسمك، اسمه لابيتالول، تمام، اللابيتالول بيقفل بوث الفا وبيتا ادرينرجيك ريسبتورز. خلاص يبقى قول لي، لو انا سالتك عاوزك تقفل لي الايفكت بتاع الادرينالين على الايزوليتد رابت انتستين، عايزك تمنعه، قول لي طريقتين. اول طريقه ان انت تستعمل الفا والفا وبيتا بلوكر مع بعض زي لابيتالول، او تستعمل الفا بلوكر زي الفينوكسيبنزامين مع بيتا بلوكر زي البروبرانول. خلاص دي ايه
طريقتين اللي انت ممكن تستعملهم علشان تحب تقفل ايه الافكت بتاع الادرينالين على الايزوليتد رابت انترست. خلاص، دلوقتي في سؤال هيخطر على دماغك، هو انا بحدد على اي اساس الدوز بتاعت الاجونس اللي بنشتغل بيها؟ الدوز بتاعت الدايل نيكوتين، الدوز بتاعت الاستايل كولين، الدوز بتاعت الادرينالين، انا بحددها بيزد على ايه؟ هي مش رقم ثابت، تمام؟ انا بجرب على التشو دوزز، تمام، وبشوف الدوز اللي بتديني ريسبونس واضح، تمام، ريسبونس كلير، يبقى الهايت ريزونبل، تمام، لا هي عاليه قوي ولا هي قليله قوي، تمام. فانا ما فيش قيمه محدده للفوليومز، انا بحددها حسب البريباريشن بتاعتي، تمام، وبختارها على حسب الريسبونس بتاعها، يعني لما تكون مدياني ريزونبل هايت، حاجه اقدر اقيسها، حاجه اقدر اتعامل معاها. وهنتعلم مع بعض ازاي نقيس الريسبونس، خلي بالك احنا هنتعلم ازاي نقيس الريسبونس. دكاتره في السلايد دي احنا بنتعلم ازاي نعمل ريسبونس، تمام، ازاي نقيس الريسبونس. عشان تقيس الريسبونس اللي حصل لك بسبب الدراج لازم تعمل ايه؟ اول حاجه بتقيس اعلى ريسبونس انت وصلت له في النورمال. بتقيسه ازاي؟ بتقيسه في المسافه H1. المسافه H1 بادئه منين؟ من اول ورقه، تمام، البيضه اللي بتاعت الشورت اللي انت بترسمها لحد اعلى ريسبونس عندك في النورمال، خلاص ده ال H1. بعد كده بنقيس H2. H2 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الريسبونس من تحت خالص ورقه لحد اعلى ريسبونس عندك في الكونتاكت، خلاص ده اللي هو ال H2. عندك H1 طلع 3 سم و H2 6 سم، متوقعين الريسبونس بتاع البارين كلورايد كان كام؟ هيبقى الريسبونس بتاعه هو الدلتا H اللي هو 6 ناقص 3، ال H2 ناقص H1 بيساوي 6 ناقص 3 بيساوي 3 سم، يبقى الريسبونس بتاع البارين كلورايد عمل 3 سم، خلاص؟ هي ده ازاي بنقيس الريسبونس. السلايد دي بيفكرك انك لما تعمل الكونتاكت تايم بتاع البروبرانولول والاتروبين الاثنين دول بيتعملوا 2 مينتس، تمام، اللي هو كونتاكت تايم دي او نص الدرام بتبقى اوف ونص دي الدرام اون. طب فاكر الكونكينيكوتين كنا نعمله ازاي؟ كونكينيكوتين كنا بنحطه ونستنى يعمل السستين دي بولاريزيشن قبل ما احط الدايل نيكوتين، وصلت؟ يعني ملوش وقت محدد اول ما يوصل السستين دي بولاريزيشن. السلايد دي مهمة جدا، مهمة يعني أهم من حياتك نفسها. دي لازم تبقى حافظ، تمام، أو عارف بشكل عام إيه الأجونست والأنتاجونست اللي أنت بتشتغل عليها في الأوتونوميك ريسبتورز، أوكي؟ تعالى نرتبهم واحدة واحدة. بنقرا الجدول من الشمال لليمين، خلاص؟ أول حاجة نمسك الكولينرجيك ريسبتورز. الكولينرجيك ريسبتورز عندي فيه النيكوتينيك ريسبتورز، تمام؟ والماسكارينيك ريسبتورز، خلاص؟ الكولينرجيك ريسبتورز قلنا في نيكوتينيك وماسكارينيك. في عندي بيبقى سنترال كولينرجيك ريسبتورز اللي هي النيكوتينيك، اللي هو عندي نوعين النيكوتينيك ريسبتورز دي، بتبقى يا اما ان ان يعني نيكوتينيك نيورونال، تمام، او تبقى نيكوتينيك ماسكولار ان ام، تمام، الموجوده في السكيليتال ماسل. النيكوتينيك نيورال دي موجوده فين؟ في مكانين، فاكرهم؟ كانوا الاوتونوميك جانجليا والادرينال مضله، خلاص. اما النيكوتينيك ماسكولار فدي موجوده في السكيليتال ماسل بس، عند حاجه اسمها الان ام جي اللي هي نيورو ماسكولار جانكشن، تمام، اللي هو الجانكشن ما بين النيرفز والسكيليتال ماسلز. نيورو ترانسميتر اللي بيطلع في حاله النيكوتينيك ريسبتورز بيبقى الاسيتايل كولين، تمام، وبيبقى نيكوتين لايك، يعني بيشتغل زيه زي النيكوتين، عشان كده اسمها نيكوتينيك ريسبتورز. الاجونست زي ما قلنا الاسيتايل كولين والدايل نيكوتين، خلاص. طب والانتاجونست؟ الانتاجونست بالنسبه للان ان ريسبتور بيبقى الكونكينيكوتين، تمام، والهكساميثونيوم، تمام، يبقى عندنا الكونكينيكوتين والهكساميثونيوم دول بيقفلوا الان ان ريسبتور. بالنسبه للان ام ريسبتور الانتاجونست بيبقى الدي تيوبوكيورالين او الكيورالين. عشان بس تبقى عارف، الاجونيست معناه انه بيمسك في الريسبتور وبيدي 100% ريسبونس، الانتاجونيست لا، ده بيمسك في الريسبتور وبيدي 0% ريسبونس وبيبقى له هاير افينيتي للريسبتور عن الاجونيست، خلاص. نيجي بعد كده لتاني صف اللي هو الماسكارينيك ريسبتورز. الماسكارينيك ريسبتورز دي بتبقى بريفرال،
مكانها بيبقى فين بقى بالظبط؟ الماسكينيك ريسبتورز تبقى موجوده في البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك نيرف تيرمينال، تمام؟ يعني ايه؟ لو انت فاكر الباراسيمباثيتك نيرف تيرمينال كان دايما اخرها ماسكارينيك ريسبتورز، تمام؟ في السموث ماسل والكاردياك ماسل والجلينز، هي دي مكانها، اوكي؟ الام 1 كمثال موجود في الاستومك، تمام؟ الام 2 موجود في الهارت، والام 3 موجود في سموث ماسلز كتير قوي. نيورو ترانسميتور مينلي بيبقى الاسيتايل كولين وبيبقى ماسكارين لايك، بيشتغل عليها الاسيتايل كولين والماسكارين، يعني الاجونيست بتاعها اسيتايل كولين وماسكارين. ماسكارين ده نوع من الالكالويدز، عشان كده اسمها ماسكارينيك ريسبتورز، يعني بيشتغل عليها الماسكارين. الانتاجونيست بتاع الماسكارينيك ريسبتورز هو الاتروبين. الاتروبين ده خلي بالك نون سيلكتيف ماسكارينيك بلوكر. في عندي سيلكتيف انتاجونيست زي مثلا البايرنزيبين. البايرنزيبين ده سيلكتيف بلوكر للام 1، خلاص عايزك تبقى عارف المعلومات دي، اوكي. نيجي بقى الادرينرجيك ريسبتورز. الادرينرجيك ريسبتورز نوعين، يا اما تبقى الفا ريسبتور او بيتا ريسبتور. الالفا ريسبتورز لمعلوماتك زي مثلا الالفا 1، الالفا 1 دي موجوده في البلاد فيسلز بتاعه السكين، تمام؟ والالفا 1 كمان موجوده في سموث ماسلز. في عندي بقى البيتا ريسبتورز، عندي بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. مينلي الالفا والبيتا ريسبتورز موجوده في البوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرف تيرمينال، يعني في التيشوز اللي بوصل لها سيمباثيتك نيرف تلاقي اخرها الفا وبيتا ريسبتورز. البيتا 1 مينلي بتلاقيه في الهارت، البيتا 2 بتلاقيه في البرونكاي وفي اليوتيرس، تمام. النيورو ترانسميتر اللي بيشتغل عليهم هو النور ادرينالين. والاجونست في عندي الاجونست بتاعتي في ممكن بيشتغل على الفا ريسبتور وفي بيشتغل على البيتا ريسبتور. اللي بيشتغل على الالفا ريسبتور هو النور ادرينالين والادرينال، تمام. وفي كمان سيلكتيف الفا 1 ريسبتور، سيلكتيف الفا 1 ريسبتور هو الفينايل افر. في سيلكتيف الفا 2 ريسبتور اجونست اللي هو كلونيدين، تمام. يعني ده سيلكتيف ايه؟ اجونست. في سيلكتيف اجونست على الفا 1 زي ما قلنا اللي هو الفينايل افر. الادرينالين ده نون سيلكتيف الفا 1 اجونست لانه بيشغل الفا وبيتا ريسبتور، لو انت فاكر كان بيشغل لنا الالفا 1 والبيتا 2. نتكلم على البيتا ريسبتورز، ايه الاجونست بتاعتها؟ الاجونست بتاعت البيتا ريسبتور هي الادرينالين، تمام، والايزوبرينالين. وفي عندي سيلكتيف بيتا 1 اجونست اللي هو الدوبيوتامين، وده بيستعمل في الهارت، تمام، بيستعملوه كحاجه ستيمولنت للهارت. بينما السيلكتيف بيتا 2 اجونست هو السلبيتامول، وده اللي بيستعمل في الايه؟ في البخاخات، زي اللي هو الايه الناس اللي هي عندها ازمه تنفسيه، اوكي. في عندك ايه كمان؟ الانتاجونست بقى بتاع الالفا والبيتا ريسبتورز. الانتاجونست هو الالفا ريسبتورز، عندي الارجوت الكالويدز وعندي الفينوكسي بنزامين، ولو انت فاكر كمان اتكلمنا على الفنتولامين. في عندي بقى سيلكتيف الفا 1 اجونست، سوري، سيلكتيف الفا 1 انتاجونست اللي هو البرازوسين، التزوسين اللي هو برازوسين، ترازوسين، دوكسازوسين، دول بيقفلوا الالفا 1. في الفا 2 انتاجونست زي اليوهيمبين، تمام. بينما البيتا ريسبتور ليه برضو انتاجونست. في عندي نون سيلكتيف بيتا ريسبتور انتاجونست زي البروبرانول اللي احنا خدناه في الشغل. في عندي كمان في عندي سيلكتيف بيتا 1 انتاجونست اللي هو الاتينولول، بيستعمل في الهارت. في عندي سيلكتيف بيتا 2 انتاجونست اللي هو البوتوكسامين. وفي عندي بقى انتاجونست بيقفل الفا والبيتا ريسبتورز اللي هو مين؟ اللابيتالول، فاكره؟ يقفل الفا والبيتا ريسبتورز، خلاص. بالنسبة بقى للسلايد دي، السلايد دي بتوضح ازاي بيحصل contraction او relaxation للانتستين بعد ما بيحصل stimulus، سواء كان الستيمولس ده هيعمل contraction او relaxation، خلاص. في الانتستين في intestinal smooth muscle، اول ما اللي بيحصل membrane depolarization، تمام، اللي هو في الجزء اللي فوقاني، تمام، من الرسمة، تمام، اول ما اكشن بوتنشال يسبب membrane depolarization ده بيحفز ال تايب فولتج جيت الكالسيوم شان ان هي تتفتح، وان الكالسيوم يحصل له انفلوكس. لما الكالسيوم يحصل له انفلوكس
كالسيوم ده بيمسك في الكالمودولين تمام، وبيعمل كالسيوم كالمودولين كومبلكس، ده بيحفز الفوسفوريليشن بتاع المايوسين تشين تمام، عن طريق المايوسين لايت تشين كاينيز تمام. الفوسفوريليشن تمام بتتم في منطقة معينة في المايوسين اسمها لايت تشين اوف مايوسين خلاص. ساعتها بقى المايوسين والاكتين بيعملوا كروس بريدجينج ويعملوا كونتراكشن. الموضوع ده بيحصل بس لو المايوسين فوسفوريليتد تمام، عن طريق كالسيوم كالمودولين كومبلكس. اما لو ما حصلش الفوسفوريليشن وفضلت المايوسين زي ما هي، ساعتها هيبقى الانترستانيال سموث ماسل هتفضل ريلاكسد تمام. عندك الريلاكسيشن بيبقى انديوسد بحاجه من اتنين، يا اما الكالسيوم تشيله من السيتوسول تمام، او تعمل ستيميوليشن لانزيم اسمه المايوسين فوسفاتيز. المايوسين فوسفاتيز من اسمه هيشيل اي فوسفيت جروب على المايوسين، فيمنع ان هي تبقى في حاله الكونتراكشن، فيخليها دايما في حاله الايه الريلاكسيشن خلاص. هو ده الايه المطلوب.